مبسوط كتير. أنا كمان مبسوطة، الحمد لله على سلامتك. العبي. ندى خانو، آسفة بس رشوان بيك فات من الباب الوراني، ليكو تحت. مرام، مرام استني، أنا بدي حكي. لا ماما، أنت ما رح تقابلي لهالرجال. أنت شو عم تعمل هون؟ مرام، لا تجيب اسمي على لسانك، أنا ماني بنتك فهمان؟ واصحك تقرب من هذا البيت، يلا روح. ندى، بترجاكي تسمعيني. ماما اتركينا رجاء، روحي لا تسمعي له. المحامي بلغك بموعد الجلسة، ما هيك؟ بعتذر منكم اثنيناتكم. روح بلا ما تزل حالك أكثر. اسمعني، على القليلة خلال هالفترة خلينا نحترم بعضنا وننفصل بدون فضايح. أنا نصب لي فخ يا ندى. شو اللي وقعك فيه؟ بترجاكي مرام، ما ضل شي بيناتنا ينحكى فيه رشوان. بدي اياك تطلع من حياتنا وتروح لحال سبيلك، ورح اتمنى لك حياة سعيدة، إن شاء الله بتقدر تأسس حياة جديدة والناس بتنسى هالفضيحة، ما في شي بدوم، بس انساني وروح من هون. يلا شو ناطر؟ أنا بعثت لك كل أغراضك مع المحامي، أكيد خبرك بكل التفاصيل. عن جد خجلانة منك، ما رح اشفق عليك، بهدلتنا. انت امانك ابي، قرفاني منك صدقني، انا مستحيل اني حاملة اسم عيلتك. ممنوع هالزلمة يفوت على هذا البيت، والا انتو المسؤولين، عم تفهموا؟ ماما خلينا ننتقل على اسطنبول. ايه فهمت. لا 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 يجي منير، اصلا ليكنا طالعين. ماشي، مع السلامة. عثمان لساته بالبيت؟ سكرت، دق له على موبايله. شو قالت لك رمزية؟ شمس اخذها لكيندا معه. قدر يقنعها ما تحكي شيء؟ بعدين بس نوصل على البيت بتحكي لنا. شو ما عم بيرد؟ ايه اكيد ما رح يرد، خجلان لانه فركه وراح. لك ما صدق على حاله انه يهرب من المشفى. مع السلامة، مع لقلبه شر. الله يسلمك. مرحبا، شو فائل حلو؟ ايه فائل الحمد لله. كيفك؟ منيح. سألته إذا عم يتوجع قال لي لا، لأنه أخذ مسكن، لساته تحت تأثير المخدر، بس يخلص السيروم بتاع الأولى وغيره، ما نو بحاجة بس مجرد احتياط. وبكرة برجع بشق عليك يا حلو. دكتورة، في مشكلة إذا قام ومشي على رجلي؟ لا لا، لأنه سمعت إنه ركبوا له صفايح. ايه هي ما بتأثر. مزبوط، بكره رح علمك على كم حركه ليتمرن عليهم، معالجه فيزيائيه. شكرا لك دكتوره. تفضلي دكتوره. منيح؟ في اخبار عن الزلمه اللي ضربه بالسياره؟ لحد هلا ما حدا بين لهون، مع انه قال في شو. الزلمه بعد ما ضربه جابه لهون وهرب،
يا ريتو أخذوا على شي مشفى حكومي، ماني حمل كل هالمصاريف. قلت لك أنا متكفل بهالموضوع، لا يكن لك فكر. لولاك شو كنت بساوي؟ الله لا يوعك بدقيقة، الله بعتك من السما لعندي. شو عم تحكي؟ لولا هذا الأخ ما بعرف شلون كان فيني عالجه للصبي. أنت شو بتقربه للولد؟ ما بيقربنا، بس إله حدا هون بالمشفى. عمي عندكم بالمشفى، وأنا إجيت لهون لزوره، وشفتهم لما جابوه لهون كان لحاله ما معه حدا. أنا كنت بالدوام وأمه بالضيعة زايرة عند أختها، ما إنا حدا هون. الصبي كان عم يلعب بالشارع، لما رجعت خبروني إنه صار معه حادث. فهمت عليك. على كلن منيح إنه انقضت على خير. إيه مزبوط. يسلموا دياتك يا دكتورة، الله يطعمك اللي بدك إياه. آمين يا رب. بكرة برجع بشق عليه، عن إذنكم. إذنك معك. أخي خليني ضيفك كاسة شاي. سمحتي، جوزة للدكتورة شزا اسمه حسين ولا أنا غلطان؟ دكتورة شزا ما أنا متجوزة. ها خربطت بينه وبين الدكتورة عايدة. مين دكتورة عايدة؟ مش الحال، انسي. يسلموا أخي. يلا بخاطرك. شو عم بيقروا يتوشوشوا كل الوقت هدول؟ عم يعملوا لنا عشم يسر. رجعت الست مريم قلبت بوزة بوشي، يا ريت يحكوا بالموضوع بقوا يخلصونا. اي موضوع؟ ليش شو صاير؟ ما في شيء لمعي، ما في شيء. لوين انتي؟ لوين انتي؟ شش فوت لجوا. اي عفوا. ليش ساكتين هيك؟ توقعت انه ننبسط وصوت ضحكتكم تعبي البيت. ما عم بفهم عليكم انا. روحي خليكي متسطحه، بس يجهز الاكل انا بخبرك. انا ناطره ليفضل حمام، كريم عم يتحمم. انزلي لتحت. وانا هيك؟ ما فيني انزل واطلع كل شوي، بستنى ليطلع. لا تخلي مراد يطلع على البلكون، حطيت الشوربه لتبرد. إيه انت حاكي ما بيسمع مني. يلا طالع. لك شو عصيت بالحمام انت؟
ناولني هالصحن. كتير طيب الأكل. صحة وهنا. صار لك كم يوم عم تحضر لك ياهن؟ لا تبالغ. اي والله معه حق، حتى على الشغل ما عادت راحة. كان عندي هون شغل بالبيت. شو فيها إذا اعترفتي إنك ما رحتي كرمال تطبخي لي؟ بيكبر راسك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم قلبك يا أمي. أنو فيهم؟ هي أحلى. راح ألبس هاد. شو عم تعمل؟ ولا شي. قوم خلينا نطلع لبرا نغير جو. لا ما جا عبالي. لك شو قصتك؟ شو عم تتفرج؟ لك حل عني. مين هالصبية هي؟ دكتورة شزا أورغان؟ لك شو بدك فيني؟ قوم انقلع. كنت عم تلحقها للدكتورة بالمشفى؟ لهيك ما رجعت لما طالعوه لأبي؟ هلا بدك تخرس ولا بكسر لك رجليك وباخذك على المشفى لعندها؟ دكتورة لكان وجراحة كمان. والله اتطورت، بس كان لازمك دكتورة نفسية. شو بلاقيكم مكيفين على الآخر؟ رجعت حليمة لعادتها القديمة؟ شو الأخبار؟ أبوك تحسن وضعه وأنا ماشي. ما بدي أخذ سيارتي، وصلني بطريقك. ماشي خالو، بس احذفوا لمقطع الفيديو من على النت. رشوان بيك أكيد ما رح يعيد، رح يحاول ينتقم بأي طريقة. لو كان فهمان لهالدرجة ما كان وقع بالفخ. يا ترى ليش أبوه ما أجا على جلسة المحكمة؟ أو بجوز إجا بس أنتم ما عرفتوه. نسيت إنكم ما بتعرفوا. لا رشاد، ما كان في حدا غيرنا نحنا. لو كان في حدا كنا لمحنا. خود حبيبي. يسلموا. أها، رشوان اللي عم يتصل. عن جد طلع غبي وما بيفهم. نعم رشوان بيك. شوف، أنا بدي منك توعدني بشغلي يا مصطفى. بدي تحمي مرام من هدوليك الأندال. ما فهمت عليك. أنا ما فيني واجه بيت رشدان بعد ما شوهوا لي سمعتي. بدي انسحب من كل هاللعبة. أنا ماني قدن. وينك هلا؟ بصنبول؟ بدي اياك تسمع كل كلمة رح اقول لك اياها. والله ما فهمت عليك، شو بدك تقول لي؟ بكرة رح تفهم كل شيء، لا تستعجل. بدي منك توعدني تحميها لبنتي. هذا كل اللي بدي اياه منك. قل لي وين انت لاجي لعندك. الو رشوان بيك، شو صار؟ ما فهمت شيء. يبدو مرام مغير رقمها. طيب شو قال لك؟ قال وعدني انك تحميها لمرام من بيت رشدان. كأنه كان عم يقول وصيته. اتصل بالطوارئ بسرعة. كان معنا واحد من كوتاهيا كل يوم بيعزفنا على البزق، يا ريتكم سمعتوا عزفه قديش حلو. كم واحد كنتوا؟ 9. بس البقية مو متلك مظلومين، ما هيك؟ يعني كان معك بنفس المهجع مجرمين وحرمية، مو هيك؟ كنت محبوس مع مجرمين حقيقيين؟ كيف بتحكي قدام مراد؟ وشو فيها؟ مراد بيعرف انه كان محبوس، ما انت كنتي عم تتبكبكي طول الوقت قدامه وتقولي انه بريء، شبنا؟
حدا بده حلو؟ أنا بدي لو سمحتي. وأنا كمان. هالحلو أول مرة بتعملي لنا إياه. هلأ هيك طلع معك أستاذ نزير؟ السجن كان مثل ما عم نشوفها بالأفلام؟ في هدول اللي بيحطوا قناع حديدي؟ قناع حديدي؟ ما في حدا حاطط قناع حديدي، بس هو مكان بشع كتير. ايه ايه سمعت مراد؟ قد ما بيقدر الإنسان لازم يتجنب يفوت على السجن. أبي أنت شو دخلك بالسجن وبهالحكي الفاضي؟ أنت التهي بمدرستك ودراستك وبس. مزبوط، كان كابوس وهلأ صحينا منه. إن شاء الله، بس لسه في قدامنا محاكم وجلسات كتير. خبصت أنا شي؟ جيب الفواكه. عادي، ما حدا بده ياكل شيء. كريم، إذا ما رح ترتاح بهديك الأوضة فيك تنتقل على أوضتي. لا ما في داعي. اقترحت علي هالشي، فيك تقعد بأوضتي أنا، كل أغراضي اللي فيها أغراضك. يسلموا إيديكي، بس هنيك أريح لي. أو بغرفتي أنا، أنا والست مريم نقعد بنفس الغرفة. كم يوم ومرت أخي رح ترجع على بيتها. وليش ما بتعدي أنت وياه بنفس الأوضة وتريحونا بقى وقتها بتنحل المشكلة؟ مرت أخي يسر. إيش وكفرنا عيني؟ يلا لما يكون البيت مشترك هيك بيصير. بعرف أنه تقلنا عليك أستاذ نزير، بس أنا رح بلش دور على بيت. إن شاء الله خلونا نسكر على هالموضوع. أكيد ما رح نضل قاعدين هون على طول، وأنت ما قصرت معنا كتر خيرك. كريم اسمعني، قلت لها لمريم ولفطمة وللمعي أكثر من مرة إنه أنا مبسوط بوجودكم. هي أول مرة بحس إنه عيلتي عايشة معي بنفس البيت. لو تعرف قديش تغيرت حياتي من وقت اللي إجيتوا. ثلاث شهور. على كل حال انسوا الموضوع على القليلة حاليا، وإذا حسيتوا حالكم مو مرتاحين هون بتنتقلوا لوين ما بدكم، ما رح أمنعكم. ماشي؟ وليش لحتى ما نرتاح معك؟ أو بجوز أنتوا كمان تنتقلوا لتعيشوا ببيت لحالكم؟ أكيد رح يصير هالشي، بس مو هلا، بده شوية وقت. استني أنا بساعدك. أنت خليك مرتاح. خبرتوا لكريم مشان موضوع أبوه؟ كريم بيعرف إنه أبوه باسطنبول هون يا ست ميسر. أبوك إجا لهون من حاله مشان ما يفكر إني أنا دليته على مطرحنا. ها؟ ما هو راح لإزمير لعند كريم، هيك قلنا الأستاذ نزير. خلص سكتنا. كريم ابني، شو رأيك نطلع نتمشى أنا وياك؟ منروح على الكورنيش شوي. بعرف أمي شو بدك تحكي معي، بس مشان الله لا تنزعي لي فرحتي الليلة. بعدين هداك الزلمة ما بيعني لي أي شيء، صدقيني أمي. إذا جاي على بالك تتمشي أنا بروح معك. لا شكراً لك، تصبحوا على خير. مراد ابني يلا قوم، لا تنام هون، قوم معي. لا ماني نايم. بس عيونك بتقول غير هيك. يلا ميسر، وين المفتاح؟ جيبتك لمعي. ليكو يلا تصبحوا على خير يا جماعة. تصبحوا على خير. وانتم من أهل الخير، تلاقي الخير. خليني قوم شوف الإيميل تبعي. الله يسلم إيديكي فاطمة. صحتين وهنا. سبيني استاذ هلا بالحاك. خليك خود راحتك. تصبح على خير عيني. وانتي من اهله. يلا لشوف بعدي هيك، مثل ما وعدتك بالرساله رح اجلي الجليات انا. بس نحن عنا جلايه. والله عن جد؟ نفدت هاي المره. بشرب شاي؟ بشرب، بس على شرط أنا اللي بعمله. الإبريق تحت.
يسلموا. عن جد انت بكيتي مشاني؟ انا بكيت لانك مظلوم، بس كنت عرفانه انك رح تطلع براءة. طيب حسيتي بغيابي؟ شو هالسؤال؟ اكيد شوي. طيب بدي اسالك سؤال، بدي اسال بس خايف لا تفهميني غلط، بس خلص رح اسال. انت اشتقتي لي؟ معلوم اشتقت لك، ليش فيها تعيش بلاك؟ اجيت اشرب دوايي انا بس مالي مطوله. اي رح يموتني المغص. اوف والله، تقولي حدا عم يطبل ببطني هون من قلة الحركة. طبعا بعرف ان الدكتورة قالت لك لازمك راحة. ها يا ترى مين سبب كل هاد؟ مرت اخي لا تفتحي السيرة. خلاص خلينا نحكي بشي فرفيح، عن عرسكن مثلا. فستان العرس موجود، رح ياكلوا العتب بالخزانة، خلصونا عجلوا. لسه باقي كتير على الربيع، قصدي بلكي ايه عملوه قبل ما تكبر بطني. نطرت كل هالسنين بدون ما تمل، انطر لك يومين تانيات بترجاك. بدي استنى كمان؟ على القليلة مو الليلة، رجاءً لأنه ما صار له زمان واصل. بدي يكون قريب منه لما يبلش يقرأ الرسالة. ما رح يقرأها الليلة، وأنا بوعدك إني خبرك دغري لما يقرأها، مشان خاطري أنا، ما بدنا نأزم الموقف أكثر. تشربي شاي؟ لا لا، ما بدي بطير الناعوسة، خليني أطلع على البرندة لأتنفس شوي. خليكن انتو تحكوا مع بعض لحالكم. يا ربي دخيلك. خليك كريم انا بكفي عنك. ناخد الشاي ونشربه بالجنينة. موافق. تعرفي اسم الورد اللي بعتي لي اياها؟ لا ما بعرف شو اسمها. وردة لا تنساني. بالله جد. وما نسيتك بصراحة، أنت كنتي معي بكل ثانية بالحبس، كنت لما بسكر عيوني بحس حالي برات الحبس، بحس حالي معك هون بجنينتك أنت. بلمسلك شعرك، وبمسك ايدك، كريم هون. شو؟ زودها ولازم وقفوا عند حده. كريم وقف. بعد عني. مشان الله. لك شو بده مني هذا الزلمة؟ ما فهمت. مشان الله لا تقول كلام تندم عليه. أمي بعدي. وقف، لازم احكي معك بالأول قبل ما تحاكي لأبوك. وشو بدك نحكي؟ قولي لي. في أماني لازم أعطيك إياها بالأول. تعال معي. Thank you.
الله يجيرنا من هالليلة. اسحك انت تتدخلي. امي انت شو عم تعملي؟ استنى لحظة. لمي اركض خبر نزير بيك، مريم رح تعطي رسالة لكريم. اركض. رسالة شو؟ لمي اركض يلا. ماشي. هذا عنواني، سجلت لك رقم موبايلي، رح استنى اتصال. تمام. نزير بيك، نزير بيك، اركض. ما بعرف شو صاير. شو صاير؟ ما بعرف، ميسر قالت لي عن رسالة ومدري شو. يلا. شو هي؟ أمك كتبت لك هالرسالة كريم قبل ما تموت بشوي. إلي أنا؟ إلك. ليش ما عطيتني إياها من قبل؟ بس تقرأ الرسالة رح تفهم. أنا ما بعرف شو مكتوب بالرسالة، بس خايفة ليكون شي ممكن يضايقك. يعني هيك شي. كريم. فاطمة تعي، الأحسن أن نتركه لحاله شوي. كلكم طلعتوا بتعرفوا بموضوع الرسالة. أنا ما قريتها. بحلف لك بولادي أني ما قريتها.
النار اللي بقلبي دوبتني مثل الشمع. لما شوف عيون أبوك مليانة حب وحنان بموت كل يوم ميت موت. بالأخير استسلمت، وهلأ حتى وجودك أنت ما رح يربطني بهالحياة. أنا عرفان أنت ما رح تفهم هالشي، وبجوز ما تقدر تفهمه أبدا. الحق معك، سامحني يا ابني لأنه ما حسنت أعطيك وأعطي حالي فرصة لعيش معك. كريم، خطيتك برقبتي أنا، أمنيتي الوحيدة إنك تعيش سعيد مع أبوك. دير بالك عليه مثل ما هو رح يدير باله عليك. ليش ما عطيتني اياها من قبل؟ كيف تخبيها كل هالوقت؟ هي الرسالة ما فتحناها إلا بعد وقت طويل كريم. قلنا منستنى لحتى يرجع أبوك. شش ميستر عيد. أصلاً ما عم بقدر أسمع شيء. ولما قطعنا الأمل من أبوك، أمي فتحت. ما حدا عبى الفراغ اللي تركه الزلم اللي حبته، حتى ما حبتني لإلي. أكيد كانت بتحبك، معقول؟ ما حبت غير هداك الزلمة. حتى لما كتبت هاي الرسالة لتودعني ما قالت لي بتحبني. أمي ما حبتني، ما حبتني. يا ريتني كنت بعرف أحكي لك الشي لأقدر واسيك فيه ونسيك همك شوي كريم. لا، ما عاد في شي واسي.
أعزائي المشاهدين، نذيع على مسامعكم هذا النبأ الهام العاجل والذي تنفرد قناتنا بإذاعته حصرياً. وفتنا إحدى مصادرنا قبل قليل بهذا الخبر وإليكم نصه. حاول السيد عضو مجلس الشعب السابق رشوان أوكناز الانتحار مطلقاً النار على نفسه، وحسب مصادرنا فقد تم نقله إلى المشفى بعد أن عثر عليه في مكتبه غارقاً في دمائه، ويحاول الأطباء الآن إجراء اللازم. وقد صرحت مصادر طبية بكل أسف، ورغم الجهود المبذولة لم تستقر حالته، وقد ارتبط اسمه بالفترة الأخيرة بفضيحة بابا أخلاقية على الإنترنت. أنت واحد من الأربعة اللي اغتصبوني، يعني راح تضل عدوي طول ما أنا عايشة. صار لك شيء؟ بعد إيدك عني. كريم شو هالحكي؟ انت بلشت تخبص من قلة النوم. لأنه أنا كمان غصبتك على جوازي. لا تفوت القصص ببعضها. ايه طيب اقنعيني فاطمة، يلا. أنا اللي حبيتك وعم بترجاكي لتضلني معي، لهيك طلعت ما عم شوف غير اللي بدي شوفه. اللي عم بتشوفه هو الصح، واللي عم بتحسه